مساء الخير أزول في اللون، نلتقي بكم في هذا العدد الثاني لهذا الأسبوع من قعدة مع حميدة. اليوم راح نتكلم على موضوع أيضا مثير للجدال من نهار اللي انخلق عند العرب والمسلمين، وهو مثير للجدال وهو العلمانية. العلمانية دائما كانت في حرب، حرب لي معها وحرب لي ضدها، وكانت حولها عدة التباسات وغموضات، والمفهوم بمقدار ما هو قديم بمقدار ما هو بقى دائما غامض وملتبس. اليوم حبينا نطرق هذا الباب، ما نقولوش طابو، وإنما نحل باب للنقاش لهذا حول هذا المفهوم ومسارات هذا المفهوم وانعكاسات ذلك في الحياة اليومية والاجتماعية والثقافية والسياسية نتاعنا، سواء كانت في المجتمعات العربية والإسلامية أو في المغارب أو في الجزائر. وعلى هذا يعني أدعيت اليوم باش نناقش هذا الموضوع كالعادة يشاركني في النقاش مهدي. أهلا بك مهدي. مرحبا حميداش، مرحبا بالمشاهد الكريم، سعيد أنني نعود نتلاقى مع الزملاء. سك مرحك وقول لي أنت علماني ولا مش علماني. أنا ضد المصطلح. ضد المصطلح في الاخر، التسميه انا ضدها، هذه غادي نناقشوها، ولكن المضمون نناقشوها ما نقولوش لا مع ولا ضد، لكن نحلوها ونناقشوها. جماعه انت على بالي بلي ما تحبش العلمانيه. شكرا على الدعوه وشكرا على الاستضافه. المشكل ماهوش اعتقد يعني بجديه، المشكل ماهو لا في المصطلحات، المشكل في اعتقادي في الممارسه أو في المسار اللي مر به هذا المفهوم هذا في بلادنا وفي البلاد العربية الإسلامية، وطبعاً راح نناقشوا بتفصيل هذا. على قدر صحة يعني راك ديما يعني في المساهمات الفعالة نتاعك، وإن شاء الله تدي دعوة الخير، المهم ما تديش مني أنا ولا جاني دعوة الشر. عمر بوسحة شكرا، راك ديجا مريت عندنا في هذا النقاش. واليوم عمر بوسحة هو أستاذ وباحث في الفلسفة، دونك غادي نستفادوا منه بهذا الباكراوند والخلفية الفلسفية لمفهوم العولمة أو البعض يسموه الدنيوية أو غير ذلك. أهلا بك عمر. شكرا، شكرا للدعوة حميدة، أشكرك دائما على هذه الموضوعات المهمة وهذه الجدية وهذا الدفع بهذه القضايا التي نعتقد بأنها تثير إشكالات، الدفع بها للنقاش. جيد أن نناقش لنوضح لبعضنا هذه المسائل حتى لا نفتح حول شجرات، وهي في الحقيقة شجرات وهمية، شجرات لسوء التفاهم والفهم. فلذلك علينا أن نذهب مباشرة إلى الموضوعات، ومن بينها العلمانية التي باعتقادي شيء طبيعي في المجتمعات وحلت به المشكلة السياسية في أغلب أوطان الدول العالمية دول العالم. فلذلك ونحاول عمر من خلال التبادل نتاعنا والتوضيح يعني في هذا صحيح. والنقاش الرصين والهادئ والبناء والهادف صحيح. إلى تقديم الصورة يعني في السياقات المختلفة، من نسموها علمانية، خطات نسموها لائكية، خطات نسموها دنيوية، هذا غادي نعرفوه من خلال النقاش. أهلا بك عمر. أهلا رحمة لديك، ولن أنا اليوم فرحان أنه القعدة زادت كبرت، الله يبارك بهذا الوجوه النيرة والأساتذة اللي راهم حاضرين معنا. أما بالنسبة للموضوع، موضوع يعني أهمية كبيرة جدا، وأنا أظن أنه هذا المصطلح يعني أظن في رأيي أنه بعد في النقاش نمشوا مرتبط بشبكة الاتصال، يعني هي أمبروياج في شبكة الاتصال بالنسبة لاستعمال هذا الموضوع وبالنسبة للتعامل والاتصال به. أنا نظن أنه في النقاش إن شاء الله رايح نتقدم أكثر ورايح نزيد نوضح أمور أكثر بالنسبة لل وربما عمر غادي يجيب لنا انت تاع البصمه نتاعك، راه معنا جامعيين وباحثين، انت مخرج مسرحي وايضا كاتب، يعني كاتب، واكيد انك عالجت قضايا يعني في هذا في علاقه الديني بالسياسي. سي الاخضر ربحي اهلا بك. اهلا بك، شكرا على الدعوه و
أنا سعيد أن ألتقي في مثل هذه المجالس، مجالس الحوار. معلش خليني نقدمك. شكرا. السي الخضر ربحي، أولا أنت كاتب، كنا تلاقينا قدام لكن كانت عرضا يعني في معرض الكتاب، نتمنى يعني بعد عندك أكثر من 10 كتب 11 كتاب نتمنى نقراهم هذا، وعندك من بين الكتب كتاب من الخوارج إلى داعش، أهلا بك ونتمنى إن شاء الله تجيب المساهمة نتاعك اليوم معنا في هذا النقاش. تفضل. أنا سعيد يعني في قلت في مثل هذه المجالس، مجالس الحوار، يعني لأن في الحقيقة المجتمعات العربية والإسلامية محتاجة إلى هذه المجالس، مجالس الحوار مهما كانت ده مسائل الخلاف يعني والاختلاف، لأننا نحتاج إلى أن نناقش كل الملفات لكن بحرية وبرؤية وبتعددية وبقبول الآراء، لكن سنستصحب يعني لسنا بلد معزول عن تأثيرات العولمة، ولسنا بلد معزول عن تجارب الماضي وإخفاقات ونجاحات، ممكن في العمق عندما ندخل سنتحدث بأكثر يعني عمق في هذه المسألة الحساسة اللي هي مطروحة في العالم العربي والإسلامي ديا، موضوع العلمانية. يعطيك صحة على قبول الدواء. اليوم معايا سعيد إرزي، سعيد إرزي اللي درنا مع بعض مسار في حصة بوليتيك، وانا خليتها لكم السياسة، انا في الثقافة. انا يا سعيد إرزي ايضا يعطيك الصحة انك لبيت الدعوة باش تشارك معنا في هذا الموضوع، ربما انت غادي تشي معنا الجوانب ايضا العملية يعني في تجليات العلمانية في ضمن النقاش والفضاء العام. شكرا على الاستضافة حميدة، وشرف كبير انه نقعد في بلاطو مع قامة من صفوة النخب المثقفة في الجزائر، وموضوع كما هذا موضوع طابو في أغلب يعني المجتمع الجزائري، لكن حان الوقت أنه نفتح النقاش في هذا الموضوع لما فيه وما عليه، ونطرح السياق، أصلا السياق تاع العلمانية اللي نجحت ربما في دول غربية ولكن في دول العربية والإسلامية تعتبر طابو. ومن خلال النقاش تاعنا ربما أنا نتفق مع مهدي على أنه المصطلح رانا ضده، ولكن كان بعض الجوانب اللي يعني نجحت بها الدول الأوروبية على حسب كل عندها يعني الميزة تاعها الطبيعة تاعها، لأنه العلمانية في النقاش تاعنا إن شاء الله نطرحوها ونطرحوا هذا الزوايا هذه تختلف من دولة إلى دولة، حتى في الدول الأوروبية كيف استعملتها يعني هذه الدولة من خلال النهوض بالدولة المدنية، ما يسمى بالدولة المدنية. وإحنا الهدف أننا مجموعة من الإعلاميين ومثل المثقفين نحاول نطرح هذا، ربما درنا عنوان شوية مثير سميناها العلمانية في المجتمعات العربية والإسلامية، وخصوصي على الخصوص في الجزائر لأن يهمنا الواقع في الجزائر، داء أم دواء، مرض ولا دواء، ولا تجمع أحيانا في الدواء نلقوا المرض وفي المرض نلقوا الدواء. إذا مشاهدي الكرام نروحوا إلى جنجل ونعود مباشرة نولي مع ضيوفنا ونطرح إشكالية العلمانية في المجتمعات العربية والإسلامية وعلى الخصوص في الجزائر. مساء الخير مجددا مشاهدي الكرام. إذن خلينا نقرا شويه النوادر ونحط السؤال، هو لماذا ظل مفهوم العلمانية مثيرا للسجالات خاصه بين انصار الحلول الدينية في الشأن العام وبين أنصار إبعاد الدين عن التدخل في الحياة العامة؟ كان أنصار الحل الإسلامي يقولون أننا جربنا الاشتراكية اللي كانت مبنية على خلفية العلمانية، وجربنا النظام أو الليبرالي أو الرأسمالي على خلفية العلمانية وفكر العلماني والحداثة السياسية وفشلوا، لماذا لا نجرب الحل الإسلامي؟ وشنا أيضا تجارب أو محاولات تجريب الحل الإسلامي سواء كانت من خلال المعارضة في النشاط الإسلامي أو حتى في محاولة بناء الدولة سواء كانوا في السنة أو في عند الشيعة، مثلا شنا التجربة الإيرانية، لكن ما زالت هناك إشكاليات وصراعات ولم يكن هو الحل الأمثل. أيضا شنا تجربة تحالف لإعطاء نوع من الحكم الإسلامي و
التفضيل الديني وفي ترشيد السياسي في تجربة السودان، ولاحظنا ماذا حدث في السودان، شنا تجربة أفغانستان، وشنا في فترة معينة تجربة باكستان يعني في هذا المجال، وشنا محاولات من هنا وهناك، وأيضا شنا أيضا تجربة الإخوان المسلمين في اللي فاتوا عن طريق الديمقراطية في مصر، وماذا حدث اليوم. وإلى حد الآن من خلال هذه التجارب وبعضها اللي كانت يذكرها الضيوف المتدخلين، أن أبقى دائما الإشكال في هذه العلاقة الملتبسة بين الحديث وغير الحديث، بين المدني والديني، وهذه العلاقة اللي إلى حد الآن أبقت دائرة حرب أهلية في النخب الثقافية، لكن أيضا في النخب السياسية. اليوم غادي نحاول نطرح هذا السؤال ربما في الفقرة الأولى، اللي غادي نروح إلى تحديدات المفاهيم وبسرعة إلى يعني جذور العلمانية أو التفكير العلماني أو المحاولات العلمانية في المجتمعات العربية الإسلامية، ونبدأ بالأستاذ عمر بوسحة. بوسحة، كيفاش بدأت الفكرة وكيفاش تطورت في المجتمعات العربية الإسلامية وفي الجزائر؟ هذا هو الإشكال بتصوري. هذا الموقف الحاد تجاه العلمنة هو الذي أحدث المشكل، هذا الصراعات التي حدثت في العالم العربي عموما، يعني ما نتكلمش على الإسلامي، لأنه في الإسلامي فيه دول اللي هي علمانية، نتكلم على تركيا، نتكلم على ماليزيا، هي دولة دول علمانية ونجحت في العلمانيتية بصورها، يعني صور هناك لفرنسا علمانيتها، لإنجلترا ولا أمريكا علمانيتها، وللعالم الإسلامي أيضا علمانيته. الذي حدث نتكلم احنا في الجزائر، خاصة النخبة في الجزائر، الذي حدث أننا تلقينا الفكرة، فكرة العلمانية، من خلال ما يعني منجزات أقول أولا الاستعمار، ثانيا من فرنسا تحديدا التي كانت علمانيتها حادة تجاه المسألة الدينية. فنظرنا في الجزائر وفي الدول الإسلامية اللي راح حولنا، نظرنا مباشرة إلى العلمانية على أنها ضد الدين، وهذا غير سليم تماما بالمطلق. لازم نديروا خطوط تحت المطلق. العلمانية لا علاقة لها بالدين، لا علاقة لها بالدين. العلمانية أن تكون هناك دولة محايدة تجاه كل الأديان، تحرر الدين من، في كثير من الحالات أنك تحرر الدين من العمل السياسي، فأنت تخدم الدين لأنك تدخل الدين الذي هو قيما نبيلة ومبادئ في يعني نفق مصالح وهي السياسة. في هذه الحالة أصبحت تتلاعب بالدين. لذلك كثير من الفلاسفة يقول لك بأنه في السياسي يتاجر بالدين. صحيح، السياسي يتاجر بالدين. حينما تحيد الدين من العمل السياسي، فأنت جعلت السياسي في المنظار، يعني أمامي في إذا عمل عملا فيه شيء من المصلحة فواضح، وإذا عمل في ذلك. كنت تكلم حميدة قبل قليل على أننا جربنا العلمانية مثلا في الاشتراكية، أقول لك لم نكن علمانيين في الفترة الاشتراكية. ما هل كان بالفعل هناك دولة علمانية في الفترة ذلك؟ العلمانية أنها تضمن حقوق المواطنة، تضمن المساواة، تضمن نقولوا المال العام إذا تكلمنا على الفساد أنه يروح في اتجاه خدمة المجتمع، أن تكون الدولة في خدمة المجتمع وليس دولة في خدمة مصالح في الغالب هي شخصية، وانتهت الدولة الجزائرية يعني دولة الاشتراكية والدولة الذك انتهت إلى ما نعرفه جميعا. فلذلك هي مغالطة لما نقول أننا جربنا العلمانية، لم نجرب العلمانية لحد الآن، لم يجرب الجزائريين، خليني نقول لك حتى في دول عربية قريبة لنا لم يجربوا العلمانية. هناك موقف مسبق من العلمانية وموقف مبني على هذا التلقي غير السليم للفكرة. هذا قال سيما هذه قبل قليل بأننا علينا إعادة النظر في المصطلح. كثير من المصطلحات ولات مشكلة عندنا في ثقافتنا. في بعض الحالات نقول لهم حتى الفلسفة يفترض أننا نعيد النظر في التسمية، لأنه معلش أصبحت عمر يعني باش النقاش. فقط أنا قلت أن الأنصار
الحل الإسلامي في تلك الفترة، يعني سواء في الجزائر أو خارج الجزائر، كان يقول لك جربنا الآن الاشتراكية وما ما مشاش، يبقى نقاش. يعني احنا أنا فقط نقول أن باش نعطي مباشرة الكلمة السي الخضر تكلم على العلمانية في فترة بومدين، يعني كي نتكلم هذا يعني إلى حد ما يعني يكون يؤخذ عليه كثير من الأشياء، لكن ألا ترى في تلك الفترة أن الدولة بمفهومها دي كان يعني ما قدمتش خدمة إلى المجتمع؟ قدمت خدمة، ولكن أيضا ارتبط في ذهنية الجزائريين ولا العالم الإسلامي هذا القريب، ارتبطت ب شكل للدولة في الحقيقة كان ديكتاتورياً أكثر منه دولة علمانية دولة حقوق. ننتبه إلى هذا الأمر. بومدين ما قدمه بومدين للجزائريين كثير يعني، ولكن أيضاً علينا أن نتذكر شخص كان متسلط أو متحكم في زمام الأمر بشكل كبير. نتكلم على الناصرية باعتبار أنها علمانية، نتكلم مثلاً على لا كان أيضا يعني كانوا يعني الذي يأخذ العلمانية أو النخب اللي دعمت العلمانية في المجتمعات العربية أنها خلت يعني أنها اعتمدت يعني العلمانية أو وظفت من خلال أنظمة تسلطية وساعدت على تثبيت التسلطية سواء كان في الجزائر أو في العراق أو في سوريا أو في مصر. نعود نقول هذه فقط نعطي الكلمة السي الأخضر ربحي إذا كان عندك تعليق حول ما طرحها السي عمر بوسعة. شكرا. هو في الحقيقة نبدأ فقط ننبه أنه موضوع مثلا إحنا تقريب الدول العربية الإسلامية تقريب من مرت تقريب 100 سنة في محاولة تطبيق مفهوم العلمانية ولا الاشتراكية ومفاهيم قريبة من ذلك. تركيا مثلا لم تنجح العلمانية إلى لاحظت من وقت أتاتورك من 23 إلى 2002، اللي نجحت في تركيا الآن هي الديمقراطية. لم تنجح العلمانية كمفهوم علماني لأنه التنمية كانت منخفضة والتضخم كان في أعلى درجاته والحريات كانت فيها تضييق، ويكفي نقول رئيس حكومة أعدم لأنه سمح بالأذان، فقط عدنان مندريس أعدم لأنه سمح بالأذان. لينجح في تركيا هي ديمقراطية، ولينجح في الغرب الأوروبا ديمقراطية، مفهوم الديمقراطية والأساس. لأن مفهوم الديمقراطية وش يمد؟ يبدأ بالوثيقة الدستور اللي هي وثيقة مرجعية ترجع للشعب يصادق عليها ويحطط فيها المرجعيات تاعو ويحدد فيها الملامح تاع الدولة تاعو وملامح المجتمع تاعو. ولأن الشعب في الأخير هو السيد في الاختيارات، يعني هو السيد في هذه الخيارات، ما تقدرش تفرض على أي شعب أي خيار سواء هك أو هك. حتى الدولة الإسلامية ما تنجمش تفرض على الشعب بالمناسبة، ما تنجمش تفرض عليه أي خيار لأنه الشعب حر في الخيارات الأساسية تاعو. وهذه الوثيقة اللي حددها هو الدستور، لأن الشعوب الغربية اختارت، هذا هو الأساس، أنها اختارت، وهذاك الخيار الحر أنتج هذه الدولة الحرة وأنتج هذه التطبيقات اللي شفناها وشكلت نجاح. ملاحظة ثانية مهمة جدا احنا لابد نفكوها في لما نتكلم على العلمانية عندنا. هما عندهم بالمفهوم المسيحي ما عندهمش إشكال في موضوع العلمانية، لأن المرجعية المسيحية لا تتعارض مع العلمانية، دعم لله لله وما لقيصر لقيصر، ما فيش مفهوم ديني للمسيحي مفهوم تحكم في الدولة نهائيا. بينما ستجد إشكال في الإسلام، لأن موضوع الإسلام كدين كعقيدة كأحكام صعب فصله، يعني يصعب فصله، واللي يحاول يفصله يعجز. نعطيك مثال على ذلك، في 1907 لما اصدر قانون العلمانية هنا في فرنسا طبقاته على المسيحية وطبقاته على اليهودية، ما قدرتش فرنسا الاستعمارية ما قدرتش تطبقه على الإسلام، ما قدرتش تطبقه على الجزائريين رغم المطالب تاعهم، رغم الجمعية العلمية ويعطونا العلمانية بالمناسبة بين قوسين، ما رفضت. علاه؟ إلى 47 فرنسا خلت هي تتحكم في الشؤون الإسلامية، وبقى إلى ذلك إلى اندلاع ثورة التحرير. علاه؟ لأن فرنسا حسب المثقفين تاعها والمدارس لا تستطيع أن تعطي الشؤون الإسلامية للجماعة الإسلامية لأنها تفهم أنها يروح لها كل شيء. وهذا الخطورة موجودة في مفهوم الدول. علاش تطبيقات جمال عبد الناصر ولا بومدين ولا عندنا فلقوا الصعوبة؟ لأنهم فهموا هذا الفهم، لأنه في شؤون الإسلام لا يستطيع. لأعطيك مثال الآن، لما نتكلموا الأحوال الشخصية، دول تعلن في علمانية لكن في الأحوال الشخصية إسلامية، دول تعلن روحها علمانية لكن تسمح بالمعاملة الإسلامية المالية. شفت المسائل؟ لأنها مسائل صعبة تحتاج إلى نقاش، تحتاج إلى حوار جريء، تحتاج إلى تفكير حتى نعرف
ما هي اسباب التقدم؟ شوف مثلا نعطيك مثال افريقيا، زيد برك حميده هذه نكمل الدقيقه هذه برك. شوف الدول الافريقيه السنغال وغيره المتخلفه دستورها ينص على العلمانيه ولكن تخلف رهيب في على جميع الاصعده تفرق. اذا نحتاج نفهم كيف تقدمت اوروبا واسباب تقدمها وكيفاش تراجعنا احنا في 100 سنه وما اسباب تراجعنا. أوكي. هل هو هذه الرؤيه او تلك الرؤيه؟ هذا نحتاج نرجع لها. واف الاشكال تفضل. كاين خلط نوعا ما يبدو لي. العلمانيه ليست فلسفه وليست سرديه كبرى مثل الماركسيه ولا الهيجليه ولا اي فلسفه اخرى. العلمانية، وأنا أصر على أن المصطلح هذا أفضل الدنيوية أحسن، لأنه أن تقول العلمانية وترفضها وكأنك ترفض العلم. فالعلمانية ما هيش فلسفة ولا سردية كبرى، تصور معين في إدارة الدولة وفقط. العلمانية ظهرت في البداية كنقيض للدولة الثيولوجية، كنقيض للدولة الثيولوجية. الحمولة اللي عرفتها أوروبا، حمولة تاع القصر والعذابات شهدتها أوروبا خاصة فرنسا، والاضطهاد اللي تم على بعض الأقليات الدينية. فإحنا لما نجون نتكلموا على العلمانية ونقولوا أنه تطبيق العلمانية لا يتعارض مع المسيحية لأنها تنطلق من منطلق ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ولكنها تتعارض مع الإسلام. لا، ما أعتقدش أنها تتعارض مع الإسلام. لماذا؟ لأن الأصل فيها أنها ليست فلسفة وإنما نظرة إلى الحكم. المشكل وراه أن المسلمين العالم العربي والإسلامي عندما يتحدث عن شرع الله تأتي في باله شيء واحد وفقط، الحدود. هذا بالنسبة إليهم التشريع يتلخص في الحدود، على الرغم من أن شرع الله أمر آخر تماما. أوكي جماعة، أولا الأمر المهم اللي نظن جزناه عليه شوية هو التحديد المصطلح. أولا اسمح لي صديقي، نظن أنه المصطلح الأدق هو العلمانية بالفتح، العلمانية وليس العلمانية، نسبة إلى العالم إلى الدنيا. لهذا نتفق مع مهدي أنه ربما هذا الترجمة ماهيش دقيقة. في تاريخ أوروبا كانت موجودة ومعروفة، كاين لي برانس دو ليغليز كما كانوا يسموهم، يعني الناس اللي تحكم باسم الكنيسة، ويسموه لي برانس لايك أو لي لايك، يعني اللي يمارس مهمة بدون ما عنده طابع ديني. سيكولاريزم أو لايك. فالعلمانية هي كما اتفق تماما مع مهدي، ليست فلسفة حياة. العلمانية لا علاقة لها لا بالاشتراكية ولا بالليبرالية ولا كذا. العلمانية هي آلية لتسيير الدولة تقوم على مبدأ أن الدولة أو السلطة السياسية تقف على مسافة متساوية مع المعتقدات والأديان. كل واحد حر في دينه، الدولة لا تتدخل في هذا، لكن ليست فلسفة اقتصادية أو سياسية. يعني لا يمكن أن نقول أن العلمانية توفر لنا التنمية ولا العلمانية توفر لنا الحريات ولا توفر لنا، لا. العلمانية ممكن يطبقها نظام ديكتاتوري، ممكن يطبقها نظام ديمقراطي. صحيح. صح، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني اللي حاب نقوله أنه نشأتها في مجتمعات مسيحية، بمعنى أنه المسيحية ما فيها الشريعة. المسيحية الديانة المسيحية، يعني تروح أنت للباب ولا تقول له الشريعة تاعك، ما عندناش الشريعة هنا، يعني ما كانش الإنجيل. وشنو الإنجيل أو الكتاب المقدس؟ هو حياة المسيح عليه السلام، جزء من حياته، يعني ثلاث سنين كذا دار، طلع هبط لك مع فلان، بارك فلان كذا، انتهت قتلوه وخلاص الحكاية. خصوصية الإسلام أنه هناك شريعة، وهذا هو جوهر المشكلة. ماهوش فقط لأنه كما تفضل الأستاذ عمر لأنه جاتنا عن طريق فرنسا أو جاتنا، لا، جوهر المشكلة أنه في الإسلام كاين شيء اسمه الشريعة، كاين شيء اسمه الشريعة الإسلامية. نقبلوها ما نقبلوهاش، مليحة متخلفة، هذه حكاية واحدة أخرى، ولكن بالنسبة لعموم المسلمين كاين شيء اسمه الشريعة. ومحاولة تطبيق العلمانية بالطريقة اللي مطبقة فيها في أوروبا
تصطدم دائما برفض المجتمعات الاسلاميه، لانه هذه المجتمعات تعتقد انه في مساس بقدر فقط نعطي الكلمه لإزليبريل قدامك من انه لابد في كلمات ان نتناقش في الموضوع ان نحدد المصطلح. انا المصطلح العلمانيه جاء في ظروف في سياق تاريخي في اوروبا في عصر استحواذ الكنيسه على كل يعني على تسيير كل الامور الى اخره. ثم من جهه اخرى جاء التيار التنويري الذي يعني حرر اوروبا من المعتقدات الكنسيه باستعمال هذا يعني استعمال العلمانيه لفصل الدين، فصل رجال الدين من الاخذ بزمام الامور في اوروبا في عصر ما يسمى الكنيسه. من جهه اخرى يعني قلت انا في البدايه انه كل دوله عندها المفهوم تاعها العلمانيه للائكيه كيف تطبقها. لكن الان احنا في عصر كيما احنا لما نقولوا احنا عصر التنوير، احنا عصر التنوير كان في 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 في, في قبل تسلط الكنيسه على الحكم في اوروبا مثل في الاندلس، ثم في عصر العباسيين في بغداد كان عصر التنوير الى اخره. وهذا يبين باللي الاسلام ما كانش يتناقض مع العلم لما كان فيه في النظام الكنسي. الان في المجتمعات العربيه والاسلاميه نتعامل مع العلمانيه بمفهوم الايديولوجيه. كل حاجه جينا من برا نقولوا ايديولوجيه، الاشتراكيه ايديولوجيه، العلمانيه ايديولوجيه، الراسماليه ايديولوجيه، حتى الناصريه ولات ايديولوجيه داخل المجتمع العربي والاسلامي. شوف خاطرنا واحد نص دقيقه نعطيه ابري نعاودوا نولوا الاشكاليه الاساسيه حول العلاقه الدبلوماسيه. قد خلص الوقت تماما مشاهدي الكرام، نروح الى فاصل ونعاود نولي لك مباشره. اذا نروح الى فاصل ونعاود نكمل الحديث نتاعنا حول العلمانيه واشكاليتها وتجليتها في جميع الميادين اجتماعي سياسي ثقافي. مساء الخير مجددا مشاهدي الكرام، غادي نعاود نولي لمناقشة الموضوع نتاعنا. كنا درنا مدخل وتكلمنا في مفاهيم العلمانية وتجليتها في تجارب عدة مجتمعات بين التاريخ وبين الحاضر. الآن ندخل في الحاضر عمر، يعني كنت انت باغي تتكلم او نحط لك سؤال؟ لا كنت باغي نتكلم يعني اتكلم لا هو يعني غض النظر على كل ما قالوا الزملاء يعني اللي تقدموا به وانا متفق مع اغلبيه الاطروحات اللي يعني تكلموا بها. بالنسبه يعني لقضيه العلمانيه اللي بعض يسموها حتى الشيوعيه، يعني يتكلموا على الشيوعيه يتكلموا على لا نقعدوا في العلمانيه في العلمانيه اكيد لا بالنسبه للمصطلحات، لانه وصلنا انه رجعت كانه نوع من الفوبيا في بعض المجتمعات العربيه وفي الجزائر بخصوص، نوع من الفوبيه بالنسبه للعلمانيه، لانه وكانها هي تحمل في شظاياها يعني تحمل في جملتها كل ما هو متعلق بالشرك وبالانقسام وبكل ما هو يعني متعادي مع الدين، وتحمل في شظاياها كذلك كل ما هو متعلق بالإلحاد. ونعرف أنه المجتمع الجزائري مجتمع تقليدي، مجتمع إسلامي، مجتمع وين يعني على مستوى الدستور الإسلام دين الدولة، وين على مستوى الدستور الرئيس يعني يكون من جنسية جزائرية ويكون مسلم ويدير له سيرمون أنه يحترم الدين الإسلامي وإلى آخره. أنا أظن انطلاقا من كل هذه المعطيات إذن في البداية النقاش راح بجيه، يعني النقاش ماهوش في صلبه الحقيقي، النقاش ماهوش في صلب أننا نتعامل ربما كل المصطلحات تروح، يعني وحتى إن تكلمت كلمة مثلا في بعض الأحيان عندها علاقة مع الغرب أو علاقة مثلا مع نظام من النظامات الاشتراكية إلا وأنت علماني. يعني والكثير والعديد من المثقفين الجزائريين والعرب يعني راحوا ضحايا لهذا النوع من اذا كان نسميه من الفوبيا. يعني شوف عمر، يعني الفوبيا هي كراهيه الشيء، اذا نقدر نفسره سواء لوبيا ولا احنا الهدف اليوم النقاش نتاعنا نقولوا في فترات معينه لانها دخلت الصراعات الايديولوجيه
يعني كانوا هذاك الوقت نقدروا نسموا اليساريين او القوميين في صراع مع الاخوان المسلمين غيرك في الاربعينات ويعني وخطا في الخمسينات. الدول مثلا كما النظام الناصري مثلا كيدخل في مواجهه سواء كان مع الشيوعيين او الاخوان المسلمين ويعني دخلهم للسجون لزوج دخلهم للسجون، لكن بقات هذيك الصوره الكلمات المستعمله على انه شيوعي على انه علماني على انه يعني معادي للاسلام. هذه الاستعمالات هذه معروفه يعني سدير بعد التطورات اللي نعيشوها اليوم. احنا اليوم باغيين نتكلم نقول كيفاش كاع هذا الوقت الطويل اللي ضيعنا فيه الجهد وضيعنا فيه خلقت سوء تفاهمات، الناس ما بقيناش فاهمين بعضنا بعض يعني، والعقليه نتاعنا ولد قال شكون عمر يهضر وين اش يكون نكازيه نحطه هنايا جمعه واش يكون نحطه هنا هذا فلان ميزيرمون هذا كومونيست هذا. الان ضيعنا كثير من الوقت كيفاش نغدو الان الى المعرفه، وربما الدور نتاعنا اليوم هو هذا في النقاش كي عرضنا الاساتذه كيفاش نناقش اولا هذا هل النظام الجزائري مادام نتكلموا العلمانيه وين فاش كانت جلت العلمانيه يعني في هذا نحدوا المفهوم كما كنا نقولوا دقه في زوج كلمات. وقال وعلاش يعني لما تسمى مثل العلمانيه سوى خفقت يعني خطاب خفق يعني اخي تخفض او هل هي ضروريه او لا. احنا كنا نقولوا هل هي داء يعني هي مرض ام دواء لمشاكل كثيره اللي كان تكلم عليها من بينها سي بوسحه. تفضل سي بوسحه. صحيح كلامك تاعك مضبوط جدا وانا اتفق تماما مع مهدي ومع سي عبد القادر في انه نوضح المساله. العلمانيه ليست فلسفه وليست ايديولوجيا، هي آلية. علينا أن نتفق في هذا الأمر باش نخرج من أولا نخرج من اتهام الآخر يعني الإسلامي أو المتدين يشوف لي بأنني راني أحتمي بإيديولوجيا معينة، أو أيضا علينا أن نكون نقديين من العلماني الذي يتخذ من العلمانية إيديولوجيا، وهذا حادث في العالم العربي حادث عندنا في الجزائر. كثير من العلمانيين نقول يمارسون يفكرون بطريقة إيديولوجية ولا ينظرون إلى المسألة بطريقة أن هذه جاءت لحل الإشكال السياسي في فترة التنوير الغربي. ذكروا مجموعة من الفلاسفة اللي كانوا مهدوا الصراع كان قوي، الكنيسة كانت الكنيسة صديقي تملك الشريعة وحكمت العصور الوسطى الأوروبية ومارست ما مارست من قمع ومال باسم قوانين دينية، بمعنى قوانين دينية شريعة في الأخير يعني افتك العالم الغربي نفسه من حينما ظهرت هذه الفكرة وحلوا به الإشكال السياسي. هل يمكن للعلمانية تكون لنا اليوم في المجتمع الجزائري عملية ومفيدة؟ بتصوري الخاص الحل الوحيد للدخول في وضع قار ومستقر هو الذهاب نحو العلمانة، ذهاب نحو العلمانة، ولكن مثل ما قلنا قبل قليل ليست العلمانية وصفة واحدة تقدم لكل الشعوب بالطريقة. تكلمنا على تركيا، تركيا دولة علمانية نجحت الديمقراطية لأنها استندت على العلمانية. الديمقراطية لم يكن لها لتنجح بدون أنها تأخذ هذه الأداة هذه الآلية تأخذها من أجل الوصول. لماذا نقول معلش نقعدوا في رقد باش نتكلموا في تركيا فقط يا أستاذ من 1923 إلى وقت جاء أردوغان في بداية في 2002 شحال من انقلاب؟ تسعة والله مش عارف 13 انقلاب 13 يعني الديمقراطية ما نجحتش بالعكس في هذه النقطة الديمقراطية لم تنجح لأنه كانت من أسبابها يعني أسباب كثيرة في تركيا ما نجحتش لأنه من أسبابها هو محاولة العلمانة القسرية أتاتورك هذا أمر واحد أخر صحيح سامحني معليش نكمل لك برك الفكرة يعني رانا متفقين في البداية أنه العلمانية آلية لكن أنت أستاذ بوساحة كأنه راح تقولنا بلي العلمانية هي شرط لنجاح الديمقراطية ماهوش بالضرورة عندنا مجتمعات ديمقراطية. وش هي الديمقراطية؟ هي التداول السلمي على السلطة، هذا هو. إسرائيل ماهيش دولة علمانية، الديمقراطية تاعها ناجحة. إيران ماهيش دولة علمانية، الديمقراطية فيها ناجحة، كاين تداول سلمي على السلطة، كاين برلمان، كاين كذا، كاين نماذج وين
العلمانية ليست الشرط الضروري والشرط الوحيد باش ننجحوا في إقامة نظام ديمقراطي، بدليل أن الأنظمة اسمها التسلطية كانت علمانية، الاتحاد السوفيتي نظام علماني ولكن كان فيه تسلط. يعني سامحني الفكرة أنه ندخلوا العلمانية مع الديمقراطية كأنه متلازمين مع بعضهم ماهيش صحيحة. هي من وجهة نظري ماهيش صحيحة. سامحني كمل هي سامحني غير نكمل الفكرة تاعي. أتصور بأنها شرط، ولكن أبقى أحافظ على فكرتي الأولى أن المجتمعات مختلفة في بعضها البعض. أتاتورك سيدي صحيح يعاب عليه أنه مارس ديكتاتورية باسم العلمانية، وهذا الشكل لا يمكن أن يقبل في تأسيس مجتمع ديمقراطي. فلذلك احنا نروح في هذا الاتجاه أن الدولة لا تكون دولة في يد إيديولوجيا معينة. لما نقول أن هذا مجتمع إسرائيل سامحني وليست مثال بالنسبة لي أنا، هي دولة علمانية وتمارس العلمانية، وصح ما تقول ليش الخلفية اليهودية هذيك لأنه اليهودية هي إسرائيل هي دولة يهودية يعني الوحيدة في البلد. لا وسي جماعة إسرائيل يعني دولة دينية، لا دولة دينية إسرائيل علمانية دينية وعنصرية وتضطهد. كنقول ديمقراطية نعطوها بالصورة، لكن لا 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 أنا مش ندافع على إسرائيل، نقول أنها دولة ديمقراطية بالمعنى أنها لا تضطهد الناس، لكن النظام السياسي في إسرائيل قائم على انتخابات، قائم على تداول، قائم على برلمان، هم متفقين عليها. هذه هي الجوانب آليات الدولة الديمقراطية، وموضوعنا ماهوش إسرائيل باش ما نغلطوش في حكاية إسرائيل. لا خطر باش مخشيت كيفاش ديمقراطية، ولكن أنا الفكرة الأساسية اللي حبيت نقولها أنه الديمقراطية ليست مرتبطة بالضرورة بالعلمانية. الهند ماشي إسرائيل. صحيح صحيح، خلي المهدي يتكلم. تفضل. كاين جوج أسئلة مفروض نطرحوها، هما واش سؤال واحد. أولا، هل العلمانية ضرورية في العالم العربي الإسلامي الآن؟ والأمر الثاني، هل هي ممكنة؟ كاين سؤالين يرتبطان ببعضهما البعض. معك وي تفضل. لحظه نكمل. لا لا سؤال مهمين، خليه يهضر في العاود تكمل ولا مهمين جدا، هذا هو النقاش غادي يكون فيهم. تفضل السي. انا في قط فقط اشير الى نقاط، انه فكره المصطلح في حد ذاته لما نقولوا هو اليه. المصطلحات في علم الاجتماع ولا في علم السياسه عندها حمولة تاريخية، عندها تحيز الآخر كيف يقرأ نفسه ويقرأ الآخر، مش محايدة بالمعنى الكلي أن مصطلح تقني حتى نتعامل معه تقني، يعني هذا غير صحيح يعني في الغالب. ولكن أنا متفهم للفكرة اللي طرحها الأخ أنها آلية من آليات. لكن شوف نعطي واحد الرؤية ننتبه لها مهمة جدا، وعجبني السؤال تاع الأخ مهدي اللي هل هي ممكن. شوف نعطي حاجة مهمة جدا هذه اللي تخلينا نتقدمه، لما نفهم ما هو مشكلنا نحن في الدول العربية الإسلامية. هذا السؤال تاع العلمانية يطرح، لو كان جربنا مثلا تطبيق الشريعة والإسلام وجاء وآذاني معاك، احنا 100 سنة الأخيرة تجارب أخرى، تجارب كانت في الاشتراكية، في العلمانية، في العسكرية، في الأحادية. قلتنا المشكلة العلمانية إيديولوجيا. لا شو أنا جاي الفكرة الآن لما نطرح المشكل، ما هو المشكل اللي نعانوا منه كدول عربية وإسلامية؟ احنا عندنا المنطق الأحادي المتسلط، ما عندناش تداول الحكم، ما عندناش ديمقراطية، ما عندناش خيار الشعب الحر. نعانوا من الإشكالات الحقيقية اللي هي راهي تتأزم أوضاع تاعنا. لا نعانوا كذلك من سكيزوفرينيا. المواطن الجزائري، المواطن المسلم، الشعوب المسلمة والعربية معجبة تمام الإعجاب بالتسامح الموجود في أوروبا وفي دول واحدة أخرى علمانية. لولا العلمانية ما أقيمت مساجد ولا أقيمت دور عبادة. فكيف احنا يعجبنا هذا النموذج هذا اللي يعطينا الحريه الدينيه وحريه حتى ان المسلم بامكانه انه يدخل للانتخابات، فهذا يعجبك لهيك لما تجي لهنا ما يعجبكش. استاذ مهدي شوف اشكال وراء الاشكال اللي طرحه الاخ مهدي مهم. علاه؟ لانه الاشكال اليوم بتروح الان هو في السؤال تاعك شطر الثاني، هل هو ممكن؟ لانه مهم جدا نعاود نقولوا لي. علاه نقول لك نقول له مهم؟ لان عاودوا لي المصطلح جون هوليوك لما شرح العلمانية اعتبرها انها التصدي للحل عن طريق امور دنيوية مادية وليس عن طريق امور روحية
أو دينية، بمعنى الموقف الحيادي المطلق من الديانات كلها. صحيح. هذا هو الموقف الحيادي. وأصلا نشأة العلمانية أنها موقف حيادي. هنا صعب في العالم العربي الإسلامي ينشأ الموقف الحيادي من الدين الإسلامي والأغلبية، صعب. نيل هند نجي الامكانيات باش نفكك لك فكك المساله. خلينا نقول لك على الاقل خلينا نقول لك المشكله نكونوا علمانيين في المذهب خلينا نقول لك حاجه عندي مشكله حتى في المذهب. شوف نعطيك مثال لبنان. لبنان بلد تعددي صح ولا لا؟ فيه الشيعة السنة. القوة العالمية كي حبت تحل المشكلة تاعو حلته عند طريق دستور ديني طائفي، رئيس حقوق الجمهورية يكون يكون مسيحي، رئيس الوزراء يكون سني، خطر. رئيس فهمك باللي احنا رانا مش وحدنا في العالم، العالم راه دخل الهيمنة كيف يقرؤنا ونقرأه الآخر. الإشكالات مش سهلة لما تطرح موضوع العلمانية كتقنية سهلة، غير صحيح، لأن تعقيدات المشكل خطيرة جدا. الآن نعطيك مثال نعطيك تحدي واحد آخر باستطاع الشعوب العربية الإسلامية، يقول لك أنا معك إلا قادر تطبق العلمانية علي طبقي، أعطيني بصح مفهوم الجماعة أن نسي السؤون الدينية تاعي كما أعطيته المسيحية وكما تعطيه اليهودي. هل تستطيع ذلك في الدولة؟ مستحيل. في إشكال صعب في تعقيدات. لا سمع في تعقيدات صعبة. خلينا نقول له جملة بارك. أيضا ما لازمش نفهم بأن حينما نتكلم على تحييد الدين من السياسة أننا نبعد الدين، تراك فاهمة غير صحيح الكلام هذا. موقف حيادي. أنت الدولة كآلية لا تتدخل في الدفاع عن دين أو دين من الأديان، تترك المسألة للشعب. أما أن يكون الإسلام في المجتمع فهذا مفروغ منه. المجتمع الجزائري مجتمع مسلم، يعني مقاربة نظرية إذا تسمح لي يا أستاذ. إحنا قلنا أنها آلية، أنا معاك أن الآليات ماهيش محايدة، صح، ما كاش آلية محايدة، لكن تبقى دائما انه العلمانيه اليه وتقف موقف الحياد، هذا كلام نظري، لانه في الواقع نشوفه. اذا ناخذ النموذج الامثل او الامثل النموذج الاكثر انتشارا هو النموذج الفرنسي، ما كانش، بدليل انه فرنسا العلمانيه اللائكيه اللي تقول لك تحترم الاديان تدخل روحها في ديانه المسلمين الفرنسيين، ما تلبسش الحجاب، ما تديرش اللحيه، ما تلبسش البوركيني، هذا ماهوش علمانيه. لانه العلمانيه علاش مش علمانيه؟ ماهوش علمانيه. علاش مش علمانيه؟ لا موقف حيادي. تقول لك الرموز الدينيه، سامحني، نعم، تقول لك الرموز الدينيه تبقى للشخص نفسه. هذا ماشي في الشخصيه. لا حبيبي، لما تروح انت سامحني، انا مش نتكلم على الحجاب، انا نتكلم على اي ترميز ديني، حاجه واقعيه، هذا اليهودي او غيره لما تروح به للمدرسه فممنوع. هاي لك المساله، هذه لازم الدوله ما تحميش. راه في الشارع المشكل. شوف اولا مطارده في الشارع. اولا هذا المفهوم تاع انه ما هو شخصي، ما هو شخصي، راه يمشوا بالحجابات. بالعقل راه يمشوا بالحجابات. لا ما تدخلوش، مش انت حميده، انت ما كنت زكي تبقى حميده باش نبقى في قضيه العاديه. مال السعيد غادي نعطيك الكلمه. هذه النقطه مهمه. تفضل. يعني كي تكلمت انت، هذا مفهوم معين انت العلمانية، دائما الفرنسيين كانت علمانيتهم راديكالية اذا قرنت بتجربة العلمانية في بريطانيا او في الولايات المتحدة الامريكية. فقط للتوضيح هذا نعطيك قبل نكمل النقاش تاعنا. تفضل. الأحادية مثلا، احنا لو نوليو وراء الى مجتمع الجزائر، خاصة ما حدث في تسعينيات القرن الماضي، تكلم الأستاذ قال لك اكيد المادة انه الدين الإسلام هو دين الدولة، هذا واضح. هذا لما الجماعة يقول لك لا ميثاق لا دستور، هذو الجماعة اللي يقولوا لا ميثاق لا دستور يحتكمون إلى الشريعة الإسلامية. ولكن أي شريعة إسلامية؟ الشريعة الإسلامية التي يؤمنون غير بالقرآن والسنة وبنمطية يعني ضبابية هما، ولكن لا يؤمنون لا بالاجتهاد ولا بالإجماع ولا بالمصالح المرسلة. كان أمور في مصادر الشريعة الإسلامي يلغيوها هما. لما تكلموا عن الآلية، لما تكلموا عن الآلية، أنا نولي إلى نقطة تاع سي عبد القادر، العلمانية اللي تكون يعني سلوك أو طريقة للأداء السياسي إلى آخره، اللي ربما تمنع الحجاب ومن جهة أخرى تدعم بقوة المثلية. مثلا في مجتمعات أوروبية، هناك مجتمعات أوروبية ما تقبلش هذه الظاهرة تاع المثلية. إذا عندما نخرجوا من مفهوم الأحادية ونتقبلوا الآراء الأخرى ونسيروا يعني القضايا هذه اللي تهم المجتمع
بالحوار بالنقاش المفتوح بعدم التعصب إلى الرأي هذا وإقصاء الرأي الآخر ثم نجد الحلول. الآن المجتمع الجزائري لما نتكلم له على العلمانية حتى في الشريعة الإسلامية لما بديت الكلام تاعي أنه كان تضارب كان الناس ما يسمى يعني يتبنون التيار الإسلامي مثلا ولكن هما يعني ما عندهمش أسس ما عندهمش خلفيات ما عندهمش منطلقات فكرية مثل التيار الإسلامي ربما المعتدل الذي يرى أن الحكم أو تطبيق حكم الإسلامي أو الشريعة الإسلامية بالتدرج بطريقة متدرجة عدم الدخول في العنف تقبل الرأي والرأي الآخر إلى آخره. هو شوف باش نولي لك السؤال ما نسيتكش هو حتى كي نتكلم على هذه يعني كي قلت نتاع على الاجتهاد انت اللي جبته هو تأويل سياسي للدين يعني تجربات تاع التسعينات كما تكلمت عليها ليست هي الإسلام أو الاجتهادات الحقيقية اللي اندرت في الإسلام. إذا ولوا كاين بعض رضوان السيد يعني رضوان السيد هو مفكر إسلامي يعني في هذا وخدم اشتغل كثير على المفاهيم الجماعة الإسلامية وخدم على التاريخ الإسلامي يطرح حتى يقول في فترة معينة من اللحظة الإسلامية انت الدولة الأموية وين بقى الملك العضود يعني لو بوفوار اللي كان هذا وبالتالي الفقيه أو السياسي كان تحت سلطة السياسي وبالتالي الديني بالمعنى ما كانش يدخل وصار الفصل في الدولة الأموية حسب رضوان السيد هذا اللي يطرح في هذا. أنا فقط نولي للكلام على العصر الجماعة الإسلامية الحديثة ولا حتى تقول الإسلام أن تدخل في ممارسة وي. هذا غادي نتكلم فيه هذا غادي نتكلم باش نغدو في الشيء من الموسى. أنا فقط هو طرح سؤالين مهمين يعني في هذا هل العلمانية ضرورة لينا كمسلمين نتكلم احنا ايضا على الجزائر يعني حتى باش ما نبقوش عامين يعني ضروره واذا كان ضروره كيف واذا كان استغنى عليها ايضا هذا الشيء الاول اللي كان طرحه مهدي وانا باغي نتكلموا اليوم يعني في النقاش نتاعنا كيف نطور اولا دينا نحدد في مفهوم العلمانيه وباللي العلمانيه ما راهيش بالضروره كما صيغه انها معاديه مثلا للدين بل هي تقدر تكون حمايه للممارسة الدينية السليمة والصحيحة. تفضل مهدي ما خدتش بيتكلم حميدة. ظهرت العلمانية في أوروبا لما وقعت المشاكل الطائفية بين أوكي واضحة خلينا في الوقت. اليوم العالم الإسلامي يعرف طائفية طائفية بين المسيحيين وال في مصر في العراق في سوريا إلى غيره في لبنان ولكن يعرف طائفية أخرى طائفية مذهبية هذا شيعي وهذا سني هذا خارجي هذا إلى غير ذلك وبطبيعة الحال هذا الواقع الطائفي هذا والمذهبي أفرز واقع تناحري شفنا أوكي. فمن ناحية السؤال هل هو ضروري ضروري لإبعاد هذا التناحر وتكون هناك دولة على تقف على مسافة واحدة من كل الطوائف ومن كل الديانات هل هذا ممكن؟ الأمر سؤال كبير حميدة. كل الأنظمة وكل المجتمعات العربية الإسلامية وخاصة في الجزائر في تناقض. نعطي مثال بسيط ممكن لا يعني شيئا ولكن جد هام. الجزائر ليست دولة لائكية، ليست دولة علمانية وليس فيها بذور العلمانية. قد تكون تلجأ إلى تشريعات في بعض الامور واش تكون ماهيش علمانيه واش ليست ايضا دينيه بالمفهوم ليست دينيه يعني ماهيش تيولوجيه ولكن ليست علمانيه بدليل واش هي باش نحدد ونقدر نتقدم كيف لا هي تركيبه بين العلماني وبين باش لا ما شوف بطاقه التعريف الوطنيه للجزائري فيها الاسم واللقب والجنسيه ما فيهاش الديانة وهذا شيء جميل صحيح دوك علماني ولا أحد يسألك لأننا كنا مسلمين
ولكن ولكن في الدستور الإسلام دين الدولة، ومن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية أو للبرلمان أو إلى غير ذلك أنك أنت تكون مسلم. مشكل أي لو نأخذ مثلا واحد مسيحي عنده كل حقوق المواطنة وعليه كل واجبات المواطنة، المسيحي مطالب بالخدمة العسكرية ولازم يديرها، ولكن لو كان غدوة من غدوة يحط الدوسي يقولوا ما أنا نترشح يقولوا له ما دخل. كان عندنا وزارة مسيحية في الجزائر لم يعلنوا الرئاسة، الرئاسة هي اللي فيها شرط الإسلام، البرلمان ما فيها شرط ما ترشح البرلمان هو لكن لكن خلينا في الجوهر. الرهبان اللي قتلوهم في تي بحرين لو بير لوك كان مجاهد اول من دول القضيه الجزائريه في الامم المتحده لو بير لوك في بعد الاستقلال عضو في المجلس الشعبي البلدي لبلديه المديه راني نقول لك بعد الاستقلال يعني نفسه اسمه عنده بطاقه التعريف الوطنيه ما كانش هذا الاشكال. خلي السي الخضر باش ما نخرجوش على الموضوع. نعم خلي السي الخضر ما باقيناش شويه وقت باش نهضروا المحرر تاعنا. السؤال اللي نطرحوه خلينا في الجوهر مهدي. احنا السؤال تاعنا في الجزائر مثلا ولا في العالم العربي لابد السؤال يكون في موقعه في موضعه باش نقدروا نلقاو له جواب. يعني احيانا تلاحظ شعب يعني ناخذ مثال الجزائر ولا اي بلد شعوب عربية إسلامية مقموعة من الحرية تاع شعوب الأغلبية تاعها مقموعة، ثم نتحدث عن احنا على مساحة تاع وحدة أخرى مش موجودة في الصراع الآن القضية. بمعنى آخر طرح السؤال الخطأ ما يؤديش إلى الجواب الصحيح. بمعنى احنا الجزائر ما راناش نعانوا من الإشكالات هذه المطروحة، رانا نعانوا مشكل وحدة أخرى تماما، رانا نعانوا من الديمقراطية كما في الدول العربية. لا خليني نكمل معليش بعد دقيقة بنكمل النقاش. شوف يعني احنا هذه فلسفة الأولويات اللي خلتنا في هذا، خاطر كي نتكلم اليوم داخل المجتمع نتاعنا، يعني كي نتكلم على العلمانية كما قالت خاطر باسمها دارت حروب وصارت مسار في الجزائر، يعني في هذا يعني اللي عشناه قبل ولا الآن، يعني اللي نشوفه داخل المجتمع. احنا اليوم في حصة قد تكون حصة أخرى كي جبدنا مثل العلمانية كما نجبدوا قضايا أخرى المسألة الديمقراطية إلى آخره، نناقشوا اليوم كنخبة وكنقدم فكر يعني بالدرجة الأولى. احنا هذا اللي ما كانش كاين، وهذا اللي يعطي غموض ويعطي بالتالي نتائج عملية سياسية اللي قادرة دارت الكوارث اللي عندنا، يعني التطرف وكذا جاي من الغلو حتى في استعمال معادات العلمانية أو غير ذلك أو العكس صحيح، يعني اللي كانوا ينادوا العلمانية وعشنا التسعينات انطلاقا من هذا الالتباس ومن هذا عدم النقاش. يا أستاذ حميدة لما نقرأ كتاب جون لوك في الدولة المدنية واللي ربما اعتمدته وثيقة الدولة الأمريكية الحديثة الآن العصرية اعتمدته، هو في بنوده يقول واحد المادة مهمة جدا، يقول مثلا لو كان نفترضوا المسيحيين عندهم فكرة معينة في الحكم في الشريعة تاعهم، قال مثلا إجهاض حرام لا يجوز، أنا يهمني ديروا لي، هو يقول ديروا لي مادة في القانون أنا نحوس الدولة نحكمها بالقانون. أوكي بمعنى القانون خلينا نروح إلى فاصل، معلش خلينا نروح إلى فاصل ونكمل النقاش تاعنا. مشاهدين الكرام ما تروحوش بعيد، نكمل مع السي الخضر والسي عبد القادر جمعة. مساء الخير مجددا في الفقرة الثالثة من قعدة مع حميدة. يا سي الخضر احنا اليوم جبنا العلمانية بلغة ما نناقشوا حل حاجة أخرى، نناقشوا مسألة الغش، نناقشوا كثير هي الحقيقة كلها مرتبطة هذا الأمر. أنا فقط اليوم مع سي عبد القادر مقبل بغي يتكلم وما خلاش مهدي يتكلم نخلوه يواصل، لكن نحاولوا نحصر النقاش نتاعنا في الآن يعني الحدود نتاع العلمانية كيف يمكن تولي عادية في الحياة اليومية نتاعنا أو ما توليش، يعني في هذا تولي تدخل ضمن تطبيع يعني بالطبيعة مفهوم يولي عادي في النقاش اليومية بدون تشنجات كما يحب العبارة اللي يحبها مهدي أو سوء تفاهمات. كيف نتجاوز إمكانية سوء تفاهمات في تطويق المصطلحات بشكل واضح ودقيق وعلى مستوى عملي كنتكلم في التجربة الجزائرية؟ تفضل سي عبد القادر. نظن أنه إذا انتقلنا للواقع، إذا انتقلنا للشيء الواقعي، عندنا تجربة، عندنا صراع
تم على المستوى الفكري، لكن في الواقع السؤال الأساسي اللي نظن راك مصر عليه هو هل نحتاج فعلا إلى العلمانية في الجزائر لحل الوضعية الحالية؟ نظن هذا هو المحور. أنا نظن أنه العلمانية بالنسبة لي، وربما نتفق مع سيدي الخضر، ماهيش هي القضية تاع الأولويات. لماذا؟ لأنه إذا اتفقنا جميعا بلي العلمانية هي آلية، مع أنها تحمل خلفيات ولكنها آلية، الآليات اللي نختاروها لحل مشاكلنا تخضع لسلطة أعلى، اللي هي سلطة السيادة الشعبية. الشعب هو الذي يختار الآليات التي يمكن أن يحل بها أزماته. الشعوب الأوروبية الفرنسية أو البريطانية أو أي كانت، لما اختارت العلمانية كانت شعوب حرة وشعوب سيدة، هي قررت، قال احنا نمشيو لأنه ما قدرناش نعيشوا مع الكنيسة ولا ما قدرناش نعيشوا مع كذا، نمشيو في نظام تكون فيه العلمانية هي شيء أساسي. إذا كانت شعوبنا هذه، إذا كان الشعب الجزائري الحر السيد اللي عنده الفرصة باش يعبر على روحه قرر أنه العلمانية هي الحل للمشاكل اللي راهو يعيشها، على بونر هو اختارها. إذا كان هذا الشعب يشوف باللي العلمانية هذه على الأقل بالصيغة اللي راهي موجودة ما هوش هذا هو حل، فكذلك هذا من حقه. أما أننا نعتقد أنه العلمانية فيها حل سحري لمشاكلنا، قلنا أنه الأدلة، إذا تسمح لي برك، هذه الأنظمة العربية اللي تكلمنا عليها سواء في العراق أو في سوريا أو في ليبيا أو في غيرها، مع أنها ما كانتش علمانية 100% باش نتفقوا، ما كانتش علمانية عمرها ولا كانت علمانية، لأنه دائما حاطين في الدستور الإسلام دين الدولة، عندهم قانون أحوال شخصية صح، ولكن عندهم اتجاه نحو العلمانة. في النهاية لما فرضوها وغيبوا شعوبهم وغيبوا نخبهم وغيبوا تراثهم، في النهاية وش وصلنا النتيجة؟ رجعنا لما هو أدهى وأمر. الآن تقول لي بلي ظهرت الطائفية، إيه فعلا ظهروا الشيعة يقاتلوا السنة في العراق، بعد ماذا؟ بعد تجربة تاع 40 سنة تاع علمانية. بكري ما كانوش يتقاتلوا، قبل شويه ما كانوش يتقاتلوا. سوريا لحقنا لهذه الحكايه بعد نظام علماني مفروض بالقوه، في النهايه لحقنا انه الناس تقتل روحها باسم الطائفه وباسم كذا وباسم كذا، يعني بمعنى انه التطبيق القسري والعدائي والاستفزازي للعلمانيه وفرضها ومحاوله تقديمها كانها الحل السحري، في النهايه قد يؤدي بنا الى نتيجه عكسيه. شو عبد القادر تفضل، هنا دبر في هنا اليوم بيناتنا ولا واحد طرح مسألة الحل السحري، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية قلنا في تحديد المصطلحات، لا هو طرح وجهة نظر لكن ما تكلمش عليها في حل، باش نكونوا واضحين. معليش عبد القادر خليك، هو طرح وجهة نظر كما بوسحة، طرح وجهة نظر كما طرحت انت وجهة نظر. مهدي قال هي مثل آلية، خاطر كيما الديمقراطية، يعني خاطر كي نجيو هي بتختار، يعني الديمقراطيه ولا العلمانيه راها كاع من منبع غربي من تجربه معينه اللي كانت، والغربي هنا ما نفسرش، خاطر الان انا في ما بعد موجه العولمه كلش من الداخل، لكن انا فقط باغي نولي الحاجه الاخرى، ان كي نتكلم على السياده الشعبيه والشعب، احنا نظن كان التباس كثير من عندنا كنخب كمثقفين كاعلاميين، لان الحديث بشكل غامض عن مثل الشعب اللي اعطتنا هذه الشعبويات وهما يبقوا متحكمين في النخب. اور كي نشوفوا العلمانيه في اوروبا، شكون يعني كي نتكلموا على عصر التنوير، عصر التنوير قامت به نخب، عندك ديدرو، عندك جون جاك روسو، عندك كل هادو، يعني النخب اللي كانت معزوله حتى داخل المجتمعات نتاعهم وتعرضوا الى اضطهاد وكذا. حنا اليوم الجوهر من النقاش نتاعنا كيفاش نقوموا بالدور نتاعنا، مش احنا اللي غنكونوا لا بديل على المجتمع ولا على الشعب ولا كذا، لكن نعرف بلي الفكره اليوم، الفكره الضاله اذا جاز لي التعبير هذا، اللي تحمل العنف وتحمل كذا، هذيك الفكره اللي كان يقولها ايضا من النخب، واعطات النتيجه نتاعها تبنتها من بعض الشعوب وقتلت بعضها بعض. وثاني كي نتكلم على الجزائر اليوم، شعوب قاصره. ها؟ شعوب قاصره. لا ماشي قاصره، ماشي، انا ما نتكلمش قاصر، مانيش من الفوق، نقول النخبه وين تلعب دور. مثلا كي نتكلم الغلو
في الكلام في الخطاب العنيف كان يقول لك اليوم في فتره معينه قال هادو شباب ومتحمسين ومعليش وراهم يقولوا هذا التنازل اللي خلات من بعد هذاك الشخص يجي يعرف واحد عبد القادر جمعه صحفي سمعني نكمل لك ويجي يقتلو. معناها الفكره خطيره، يعني كي نتكلم عن النخب انا اللي بغيت نقول لك دمك الشعب وسياده الى اخره هالكلام شنو نقول لك؟ نقول لك احنا اليوم في النقاش نتاعنا نتاع كنا نتكلم كيف يمكن جبنا هي غدوة نتكلم عن الديمقراطية غدوة نتكلم عن الاستبداد، المهم عدة أشياء ودرناها قدام. كيف يمكن احنا اليوم الغاية نتاعنا كي تقول لي مثلا هذه نخلوها للسيادة الشعبية، أوكي هذا مفروغ منه، لكن حتى ما نكذبوش على روحنا أو نخدعوا أنفسنا، الشعب لا يمكن أن يكون إذا النخب تخلات على الدور نتاعها وطاحت هي تتبع في الغوغائيات اللي كنا شفناها مؤخرا. هنا طرحت لا لا لا, لا لانه هذا اذا تسمح لي، لانه هنا طرحت لنا سي حميده شيء جوهري في الموضوع، ربما ماهوش مرتبط بالنقاش حول العلمانيه ولكن شيء جوهري. ما هو دور النخب؟ هل دور النخب اذا اعتبرنا انفسنا نخب ما يهمش في المطلق، هل دورنا اننا نفكروا وأننا ننتج الأفكار وأننا نطرح الأفكار وأننا ننتقد الواقع، أم دورنا أننا نعوض يعني السيادة ونعوض القرار تاع الشعب؟ شو باش ننتقلوا شو معليش ما نوصلش. لا 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 لا, لا باش أنا ممتن في لأنه هذه الفكرة هذه هي اللي وصلت للديكتاتورية. لا عبد القادر أنا مرش نطرحه هنا ولا واحد منا قال أنا غادي نكون في بلاصة الشعب، يعني في هذا دور نخبة إنتاج المعنى وتوضيح المعنى. خلينا يتكلم الخضر أبري العود هذا قمع هذا حميد. لا مش قمع هذا قمع لا هذا تنظيم. انت رديت عليا لا لا معليش لا ما أقوله. انت انا ما قلتش الكلام هذا، انت درت شو اشكاليه اخرى اللي راه خارج عن الموضوع. يعني لا قول عبد القادر العكس تعرفني باللي ما نقمعكش. لا لكن هنا راك حملتني شيء انا ما قلتش. انت راك تقول لي باللي انا راني نقول باللي الشعب هو اللي يحكم والنخ... لا انا واش راني نقول؟ لا عبد القادر انا وضحت معنا ما قلتش هكا. لا انا لا ما قلتش هكا. قلت لك النخب ها هو دورها واش كان السياده كي نتكلم مثلا على الشعب. احنا الان نقصد الحزب لازمنا فيصل كيفاش نفصلوا؟ انت نخبه عندك فكره روح. وانا نخبه عندي فكره، كيفاش نفصلوا؟ هذا هو الشيء اللي وصلنا للديكتاتوريات. لينين نخبه، لينين مفكر كبير كتب 1000 كتاب جاتوا في راسه بلي الفكره تاعو صحيحه، ما دمت انا نخبه والفكره تاعي صحيحه نفرضها عليكم بسلاح. هذا هو اذا مشينا في المنطق هذا، لان انا الفكره تاعي باختصار باش ما سامحني معذره ربما راح ناخذ انا الفكره تاعي باختصار انه العلمانية أو الحل الإسلامي أو الديمقراطية أو الاشتراكية في النهاية لازم لنا حاجة نحتكموا لها. الاحتكام هذا ما يكونش لمجموعة تسمي روحها نخبة قال أنا نخبة أنا نفكر أنا على بالي بلي هذه مليحة وانتم ما تنفذوها. لا كاين احتكام في النهاية لازم نحتكموا ليه. اللي دارته الديمقراطية هو صوت الشعب وهو قراره. بون يبقى لك تقول لي الشعب هذا مفهوم واسع وماهوش مضبوط. تفضل تفضل ما لقيتش روحك اليوم يعني يعني لما تكلمنا على الآلية كما طرح الأستاذ عبد القادر سابقا في الغرب في أوروبا لما تبعنا تجربة التحول من حكم الكنيسة ولا البابوية إلى العلمانية ولا الديمقراطية لاحقا لاحظ باللي كل شيء كان يستند الى مرجعيه الاستفتاء الشعبي، انتقال محل المملكات الى الديمقراطيه كان استفتاء شعبي. هذه المرجعيه مهم يستحضرها المثقف، يستحضرها لانه ما يتعاملش في الفراغ، كان الحيز اللي يهضر فيه فارغ وراه يطرح فيه. هذا الحيز مملوء فيه شعب مسلم، عنده اعتقادات، عنده اراء، عنده رؤيه، يفتح المثقف يستحضرها باش يشوف الحل هذا الا ممكن الا مستحيل الا فهمت، باش ما يبقاش يهضر في الفراغ. لان الاشكال اللي وقعنا احنا في تجربه العالم العربي منذ 100 سنه انه وهذه بقات محموله في الذاكره تاعنا ان النخب تريد ديمقراطيه بلا شعب، وهذه بقات محموله في الذاكره ان النخب تريد ديمقراطيه بلا شعب. احنا لا نريد تغييرات قصريه ولا نريد فرض على الشعب اي شيء، لا احنا الخيار الحر للشعب هو المهم. لكن معك متفق ان النخب عندها دور التنوير ودور التوجيه، وانا اثمن هذا الحوار في حد ذاته في هذه الحصه لانه احنا عندنا مشكل نتكلموا في لوسونس اينيك برك، نتكلموا في المنطق الاحادي. التعدديه والاختلاف شيء جميل،
الاستماع للاراء المتنوعه شيء جميل، اقبلني ونقبلك شيء جميل، لا يبنى الوطن الا بهذه الطريقه، تقبلني ونقبلك، تفهمني ونفهمك، نتقرب منك تقرب مني، ممكن اني غلط، ممكن راك غلط، فهمت؟ ممكن المقاربه تاعي تحتاج ما في حرج، لكن دائما نكون متواضعين، لا نتعالى على الشعب، لا نتعالى على الحقائق التاريخيه. واضح هذا اكيد عمر ابري مهدي. على كل حال شي ردنا للصديق عبد القادر، ما كان حتى واحد قال باللي العلمانيه حل سحري، ولكن قلنا انها في المدى البعيد تعتبر ضروره. لماذا؟ لانها نعود نكرروا اليه محايده لا تنظر لهذا ولا لهذا. ها هي لك الدوله بقوانينها تسير، هي قوانين تراعي المساواة بين جميع المواطنين، ولا تنظر لهذا دينه يهودي أو دينه كذا، أو أبعد من هذا لا تنظر إلى الثقافات، وإلى هي ترسانة من القوانين تسير المسألة هذه. صحيح يعني متى نصل إلى هذا؟ أكيد يعني هل هي ضرورة ملحة آنية؟ فهذا أمر مثل ما قال مهدي يعني الآن نروح لها يعني يبدو مازال الحال صعب. أما الاحتكام للشعب ففي يعني راه فيه يعني حدين. أين النخب؟ هذا الكلام هذا سلط على النخب، كأن واحد من النخبة يتكلم يسلطوا عليه. طيب للنخب أيضا دور، للنخب أيضا دور، لا بد أن طيب من أسس الدولة الحديثة ومن بينها الجانب العلماني؟ ما أسسوا النخب. أتكلم قبل قليل على جون لوك، أتكلم على مونتسكيو، أتكلم على حتى قبله الذي وضح ماكيافيل، وضح لهم العمل السياسي ما هو. لما نرجع ونقول بأن الشعب مسلم، أكيد شعب مسلم، ولا تضر العلمنة بإسلام الشعب، علينا أن نخرج من هذا التضييق في الفهم، يعني في لأنه غدوة وهذا شعب مسلم وذاك، ما واحد ما راح يمس هذاك. ولكن أيضا ننتبه بأنه حينما نجعل من الإسلام أيديولوجيا للدخول بها الدولة، التاريخ نتاعك يتكلم عليك، ما سل سيف شهر الثاني مثل ما في التاريخ الإسلامي مثل ما سل على الإمامة. كنروحوا بهذا الشكل هذايا، الصراعات التي حدثت ولا تزال تحدث. لما فتحنا فتحت التعدديه يعني قريبا، يعني التسعينات راه قريبه، مثل ما قال الصديق، لا ميثاق لا دستور، قال الله قال الرسول. لما نقول قال الله قال الرسول، كان الجزائري يسمع بان الله هو الذي يكلمه، لا اكلمه انا وتكلمه انت باختلافات جوهريه وفيها حتى تقاتل. داعش ليس بعيدا وينطلق من الإسلام، على هذاك احنا ينطلق من الإسلام يعني بالشكل العام. حينما نتكلم على آلية محايدة باش ما حتى هذه الطوائف وهذه المذاهب تبعد المسألة، راه مش فقط دين إسلامي ودين، لا حتى المذاهب داخل المجتمعات المسلمة نفسها تبعد هذه، تبعد الإثنيات، تبعد الثقافات، تبعد الإقليميات، هذه كلها تبعد، ونؤسس لدولة تضم الجميع. وهذه الدولة تضم الجميع يفترض أن تكون قوانينها قوانين مواطنة، ليس إلا. أما نبقى لا هذه غريبة على المجتمع الجزائري وهذه كذا، يعني رانا نحاربوا في كل ما هو يمكن أن يحلنا المشاكل. أوكي عمر. من بينها نتكلموا على العلمانة، يعني نقول العلمانة الان راه كلام واحد اخر، سامعني كمل جمله واحده ممش. الان راه كلام واحد، العلمانه ليست وصفه قدمت وانتهى امرها، الان راه فيه تجديد حتى الان ما يسمى ما بعد العلمانه وما بعد الحداثه، اعاده النظر واعطاء فسحه اخرى للدين. بالك نتذكروا الباب مع فيلسوف كبير واسمه هابرماس، داروا حوار كبير في المسألة، والدين لابد أن يعاد نظر في مكانته الاجتماعية والثقافية، هذا موجود. أما أن نقول نو هذا الشعب ولا يقبل، يعني ما سامحني في الأخير ننتهي إلى إبقاء الأمر على حاله وتبقى المشاكل مستمرة. لا إن شاء الله ما تبقاش بيكم وبالنقاش تاعكم، كملت يبقى المشكل السياسي، يبقى المشكل السياسي بدون حل. عمر خلي مهدي شوية هذا. لازم نديروا في بالنا باللي الحديث عن العلمانية
ماشي معناها أننا خارجين درك الآن نخرجوا لبرا نجيبوا نديو معنا دوسي نعطيوها للسلطة هذايا وغدوة راح يطبق وراح يفرض على الشعب بهذا الشكل المضحك. الحديث عن العلمانية ضروري. لماذا؟ لأنه المسألة تتعلق بمسار، تتعلق بمسار تاع أنك أنت تفكك أولا البعبع اللي محيط بالمصطلح وتفكك الآخر سوء الفهم، ديميستيفي هذا الحديث ويصبح الأمر عادي. بمعنى أننا عندما نوصل أننا نتكلم على علمانية لا نقصد بذلك نزع القداسة عن المحيط تاعنا، يعني النحي والمقدس الديني والمقدس العرفي إلى غير ذلك، لا يعني هذا تماما. الجزائري يوصل إلى أنه يفهم بأنه يقدر يكون مواطن ومسلم وعلماني في الوقت نفسه، يقدر يكون لا شيء يمنع اطلاقا، لا شيء يمنع. فأهم حاجة هذا لو ترافاي بيداغوجيك ديداكتيك. مثلا المسلم يمكن يكون علماني بلا تقول هذا رأي وتسمح بأن الناس تخالفك فيه. لا هي ما تطرحوش كمسلمة. لا مانيش نطرحو كمسلمة، لكن تقول هذا رأي. ولكن نقول لك أنا ممكن كاين ناس يخالفوك يقول لك لا ممكن أكيد يخالفك يقول لك المسلم ما يقدرش يكون علماني. إيه ممكن مثلا ممكن وأنت تقبل هذه المسلمة في دون أني دون أن يكون العلماني بوع بمعنى آخر. لحد الآن كلمة العلمانة أو العلمانية تحيل في المخيال الشعبي وفي المخيال العام كي ايتي اونترتوني بطبيعة الحال، لأن المخيال هذا ما جاش هكذاك برك، تحيل مباشرة إلى الضفة الأخرى وإلى مخططات إلى غير ذلك لضرب الدول المسلمة والشعوب المسلمة. هذا تبنى في المخيال. فأول شيء أول عمل يندار سي أنك أنت تنحي هذا الأخر، ديميستيفي هذا المصطلح في حد ذاته. لا نكفر الناس، لا نقول أن العلمانية معناها نزع القداسة على المجتمعات، ما نقولوش هذا. من بعد المسار طويل جدا، المصطلحات تأتي بعد قرن أو قرنين من تمخض مفاهيمها. وهذا مهدي دوك نعطيك عمر، وهذا اللي غادي يخلينا اليوم يعني كنتكلموا على فترات معينة، خاطر احنا على الأقل جيلي بالك مورايا هو صغير عليا، لكن جيلي تحل عينيه على الصراع اللي كان قدامنا إيديولوجي بين اليسار والشيوعيين والإخوان والقوميين إلى آخره. جزء من الكتابات هي الحقيقة الصراع ما قلعش عندنا، هو الصراع قلع في المشرق العربي ووصل، يعني احنا عندنا يعني في هذا احنا كان سياق آخر، يعني كان سياق استعماري وكذا، ما كانش مطروحه بهذه. خاطر كي نشوفوا جمعيه العلماء المسلمين هي كما كان يقول هذاك الوقت كانت تطالب بالعلمانيه في سياق تاريخي معين، يعني في تسيير الشان الديني واللغه العربيه الى اخره بالمقارنه الى الاداره. يعني وكان هناك كتابات تاع الشيخ عبد الحميد بن باديس، حتى ان موقفه هو نفسه موقف بن باديس من وفاه كمال أتاتورك كان متفهم، يعني اللي ما نلقاوهش اليوم هنايا. يعني في اللي بغيت نقول ان كتابات خطر، وهذا العمل نتاعنا، يعني كي نقول العمل نتاعنا نقصد هنا النخبه المنتجه للمعنى وللثقافات، والمعنى نسبي. كنشوف كتابات معينه اندارت مع الاحترام مثلا لها، اندارت في فتره معينه قدمت تصور معين للنخبه. كنشوفوا اذا نرجع الى كتابات مثلا القرداوي يعني في تلك الفتره وغيرها، يعني اللي كانت مجموعه من الكتابات تقدمت على الاقل جينا هذه الصوره المعينه للنخبه الان، والعكس صحيح اللي كانت صوره ايضا للدين من النخب اليساريه والاخرى. الان الدور نتاعنا اننا هذاك الانتاج تاع ولد فتره ولحظه تاريخيه معينه، كيف اليوم نقدم قراءات ربما جديده ونقديه لهذه الكتابات بدون ان تشيطن او تكفر، يعني توا بدون ما تبقى قال هذاك خلاص ردد، يعني نزع القداسه تبقى الا لله، يعني القداسه ما تبقاش للانسان للشخص. حنا صرا الخلط بني انا نكون غدوه رجل ومثل ما
وطنية معينة أو الدين، وبالتالي كي تمسني وكأن يعني كنت مسني في أفكاري ممكن خطأ فيها، وكأنك مسيت الدين أو كأنك مسيت الوطنية أو غير ذلك. هذا اللي كنت تحكي فيه. ولا أنا نظن النقاش نتاعنا، نولي لعبد القادر باش نعطيك الكلمة، النقاش نتاعنا إحنا كيفاش ننتج المعنى، نعطي نموذج نتاع حوار بيان سور ناقص كذا نكمل، يعني تقريبا هو الغاية. خاطر اليوم علاش خاصة بالموضوع العلمانية، قاع على بالنا باللي كي نتكلموا على العلمانية فيها حساسية، تبان بيزار أننا نتكلم في قناة على العلمانية. احنا باغي نقولوا باللي العلمانية وخواتاتها وغيرها، يعني حتى المعادلة كيفاش نقدر ندخلها نقاش عادي في حياتنا دي باسيوني باش نتقدم لقدام. تفضل عبد القادر. قلنا أنا نقول أنه ما نظنش باللي أنا والله شخص نتصور باللي راح نخرجون ديو ملف باش نطبقوا العلمانيه، ماهوش منطقي اني انا هذا هو فهمي وهذا هو تصوري للنقاش. هذا باش نقول لصديقي مهدي بلي ما كاش واحد يتصور والمقصود هو انا انه راح نديو ملف باش نطبقوا العلمانيه برا. رانا في وزارة نقاش الداخليه كاش بدل حزب، رانا في نقاش كلنا نحترموا بعضنا، كلنا عندنا وجهات نظر. انا لما طرحت قلت مثلا انه يتم فرض العلمانيه، مش نتكلم على المجموعه هذه، راني نتكلم على تجربة تاريخية عشناها في بلدان ما كنتش نتكلم عليها. لما قلت أنه العلمانية ماهيش حل سحري، ما قلتش على الكلام اللي طرح هنا، قلت أنه قدمت العلمانية التجربة التركية، قدمت باللي هي الحل السحري، حطوا الإسلام في جهة ونفريوها ونديروا التنمية ونديروا كلش. هذا هو قصدي، هذا باش ما نبقاش يعني ندافع على آرائي. الآن أنا نظن أنه الموضوع الأساسي اللي عندنا واللي تطرحه صديقي مهدي بعد ما تكلمنا بزاف في التنظير والتاريخ هو الإمكانية، هو الإمكانية. العلمانية هي آلية، هي وجهة نظر، هي تجربة إنسانية كما كل التجارب الإنسانية. اللي يحكم عليها بالنجاح وبالفشل وبالصلاحية هو التجربة، هو الواقع، هو الواقع. الاشتراكية في وقت ما، الاشتراكية أو الشيوعية لما كتبها ماركس كانت هائلة ربما كنظرية أو كذا، لكن ما الذي حكم عليها بالصلاح أو بعدم الصلاح أو بعدم الجدوى هو التجربة، التجربة الإنسانية. أنا نظن أنه ما الذي حدث في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، الذي حدث وربما نعاود أفورس دي ميريبيتي، الذي حدث هو أنه جبنا التجربة حرفيا. وللأسف للأسف الشديد حتى العلمانية اللي جبناها اللي جابتها الأنظمة تاعنا جابوا الفرنسية، ما جابوش التجربة الأنجلوساكسونية، يعني راحوا للنموذج الأكثر حدة والأكثر عدائية للدين للأسف الشديد. لكن لما حاولوا أنه يطبقوا بعض جوانبها طبقت أو فرضت بشكل قسري بشكل تعسفي، أدى في النهاية إلى هذه الحالة اللي تكلم عليها سي مهدي واللي تحولت إلى نوع من البعبع، إلى نوع من الخوف. نختم في جملة بسيطة، نقول أنه أي نظرية أو أي حل لا يتفاعل ولا يستجيب للواقع والمعطيات تاع المجتمعات ما راحش يكون عنده حظوظ في النجاح. واضح. انا تمنيت باش نزيد في الحوار، لكن السي عبد القادر بلا كاع الاوقات نتاعك ونتاعك نتايا ونتاعك هاو كاع بلا حركم راهي تسالوه الدين. مشاهدينا الكرام يعطيكم الصحة أنكم تابعتوا هذا الحوار اللي هو في الحقيقة بطبيعته يعني يثير السجلات، لكن أنها تمت في جو يعني علماني، يعني جو علماني، الاحترام المتبادل مع بعض. يعطيكم الصحة بقول آخر، واستناونا أيضا في مواضيع اللي قادرة تثير اهتمامكم واهتمامنا، ومعرضين لأي أو مستعدين لأي ملاحظات نقدية توجهوا لنا، وأنا على رأسهم على رأسهم الذي علمهم السحر الشيطان الأكبر. ابقوا لخير، صحيتوا تنمرت.